أحسن الله إليكم. من أسئلة السائلة من اليمن تقول: فضيلة الشيخ، الذي يصوم من كل شهر 3 أيام متفرقة ولا تكون الأيام البيض منه، فهل له أجر مثل الذي يصوم في الأيام البيض؟ نعم، صيام أيام البيض شيء، وصيام 3 أيام من كل شهر شيء آخر. فإذا جمع المسلم بين السنتين، صام 3 أيام من الشهر وصام أيام البيض، فهذه زيادة خير. وإن اقتصر على أيام البيض واكتفى بها عن صيام 3 أيام من الشهر فحسن، لكنه أقل ثوابا. نعم.